موقع أنا السلفي. أسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم آمين. أيها الأحبة، عنوان لقائي بحضرتكم إياك والحقحقة. ولعل البعض تعجب من هذا العنوان الذي ربما بدا غريبا، وإنما هو وصية سلمانية من سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، تضع أيدينا وتضعنا على معالم السير إلى الله تبارك وتعالى، سيما بعد مواسم الطاعات كرمضان، لأن البعض ربما خرج من رمضان متخبطا لا يدري كيف أسير، ما الأسباب التي أخذ بها للثبات، وما معالم السير إلى الله تبارك وتعالى، وما معالم الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فكانت هذه الوصية السلمانية من سلمان الفارسي، وهو أحد الصحابة القدامى الكبار رضي الله عنه وأرضاه، وصاحب فقه وعلم وفهم، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في قوله له لما حكى له أبو الدرداء ما كان بينه وبين سلمان، قال صدق سلمان. تعالوا أولا لنقدم لهذه الوصية بمقدمة، أقول ما أشبه رمضان والطاعات فيه بالعهد بين العبد وربه، بل بعضهم وبعضنا كذلك يجعله أي رمضان محلا لتجديد التوبة وإعلان الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، الرجوع إلى الله مما يبغضه إلى ما يحبه، من معصيته إلى طاعته، من التقصير حتى في النوافل إلى الاجتهاد فيها. فرمضان ربما يكون، بل هو كذلك، أكثر شهر يتعبد فيه لله تبارك وتعالى، أكثر شهر فيه صلاة، فيه تلاوة قرآن، ربما كذلك فيه صدقات وسائر أنواع الطاعات، هو بمثابة العهد بين العبد وربه. ثم يظهر الصدق على العبد منذ أول ليلة بعد انقضاء رمضان وأيام العيد خصوصا، إن صح هذا التعبير، وإلا فهو يوم واحد، لكن المصريين يحبون الفرح فجعلوا العيد أياما، وهو إيه؟ وهو يوم واحد. وأما وما أشبه ما يفعله البعض، ما أشبه ما يفعله البعض حين يخرج من رمضان فيواقع المعاصي، بحال رجل اجتهد في بناء بيت وأنفق في سبيل ذلك ما أنفق وبذل وجهد وتعب، ثم فجأة إذ به ينهال على البيت تكسيرا وهدما، فسئل عن ذلك فقال أحتفل ببناء البيت الجديد. هل هذا احتفال أم هو نقص عقل؟ ماذا تسمونه؟ الخطر يا إخواني أن هذا الذي يفعله البعض هو نوع من الخيانة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. من يذكر لنا ما المقصود بقوله تعالى لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم؟ ما المقصود بالخيانة؟ ما المقصود بالخيانة يا إخواني؟ كيف؟ الانتكاسة. لا تخونوا الله والرسول، ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله شيئا مما جاء في سبب نزول الآية، ثم قال والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. اسمع هذا الكلام اللي جاي مهم جدا. قال والخيانة، الخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار. سجل بقى على والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. اللازمة يعني التي بين العبد وبين ربه، والمتعدية التي تتعداه إلى غيره، كمن ينشر الفساد والفواحش بين الناس. ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية قال
الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد يعني الفريضة. يقول لا تخونوا الله يعني لا تنقصوها. بخد بالك، الذي ينتقص فريضة وقع في الخيانة، الذي ينتقص فريضته وقع في الخيانة، الذي تعدى الحدود وواقع الحرام وقع في الخيانة. طيب والرسول؟ لا تخون الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال بترك سنته وارتكاب معصيته. إذن الأمر خطير يا إخواني، نحن نحتاج فعلا أن نتوقف مع أنفسنا كي لا يكون فينا شيء من هذا الوصف. فمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل، ومن لم يؤدها بل خانها استحق العقاب الوبيل وصار خائنا لله وللرسول ولأمانته، منقصا لنفسه بكونه اتصف بأخس الصفات وأقبح الشيات وهي الخيانة، مفوتا لها أكمل الصفات وأتمها وهي الأمانة. ومن يرضى لنفسه بهذا الوصف؟ مين مننا يرضى أن يبقى اسمه أو وصفه خائن والعياذ بالله؟ وإذا كان هذا مذموما فيما بين الناس، فيما بين بعضهم البعض، فكيف إذا كان هذا وصفه فيما بينه وبين الله؟ إننا حين نتكلم إخواني عن الوفاء بالعهد مع الله، إنما نعني بذلك في الأصل الفرائض، فعل ما أمر الله تبارك وتعالى وفرضه فيما يتعلق بحق الله وحق العباد، وترك ما حرم الله تبارك وتعالى في ذلك أيضا. أما النوافل، لأن البعض ممكن يصاب بنوع من اليأس، يقول لك إزاي أنا كنت في رمضان كل يوم أصلي قيام ليل، وكل 10 أيام أو 7 أيام ليا ختمة، وأعمال خير كتير وبر كتير، وإزاي بقيت بعد رمضان على الحال ده؟ نقول النوافل بحسب اجتهاد العبد وطاقته. فمن الناس من لا يقطع القيام من رمضان إلى رمضان، إي والله، وهذه أصناف موجودة، وهذا حال قدوتنا صلى الله عليه وسلم. التراويح ليست فقط كان يفعلها في رمضان، بل طيلة أيام العام ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا غيره عن إيه؟ ها؟ 11 ركعة أو 3، هذا كلام عائشة. إذن حاله في سائر الأيام المداومة على صلاة القيام والتراويح التي نسميها التراويح. ومن الناس منهم من الصوام من لا يفطر الاثنين والخميس والأيام الثلاثة القمرية، وربما زاد بعضهم حتى حصل صيام داود أحب الصيام إلى الله، يصوم يوما ويفطر يوما. ومنهم من هو بين هذا وذاك، وكل بحسب طاقته واجتهاده، ولكن لا تنقطع عن الخير كلية، فإن وجود النفل له أثر عظيم في المحافظة على الفرض كما سنرى. من الخطأ البين أن يجهد العبد نفسه في النوافل ويشدد عليها فيها حتى تملى وتنفر، حتى تملى وتنفر. ولذا وجدنا هذا النور الذي جاءنا على لسان سلمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو يرسم لنا كما ذكرت لكم معالم الطريق إلى الله تبارك وتعالى. والأثر ذكره الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، في الترغيب في قيام الليل، قال الإمام المنذري رحمه الله عن طارق بن شهاب رحمه الله أنه بات عند سلمان رضي الله عنه. طارق من طبقة التابعين، بات عند سلمان الصحابي رضي الله عنه وأرضاه لينظر اجتهاده، لينظر اجتهاده. قال فقام يصلي من آخر الليل. من الذي قام يصلي من آخر الليل؟ سلمان. انتبه، قام يصلي من آخر الليل. الله، من آخر الليل. طب وأين إيه؟ أين الاجتهاد في معظم الليل إن لم يكن في كل الليل، الذي ربما قرأت عنه كثيرا في سير وتراجم بعض السلف؟ سلمان قام يصلي من آخر الليل، وسنعلق على ذلك. فكأنه وطارق لم يرى الذي كان يظن، يعني كان يظن بسلمان إيه؟ ما هو أعلى وأكثر من ذلك، فذكر ذلك له، مخبش عليه، يعني عايز يقول له أنا كنت جاي أشوف بقى، فما لقيتش اللي أنا كنت متوقعه. فماذا قال له سلمان؟ فقال له سلمان حافظوا على هذه الصلوات الخمس. إيه ده؟ احنا بنتكلم في نوافل وورد قيام واجتهاد. قال حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة.
يقول: فإذا صلى الناس العشاء صدروا عن 3 منازل. الناس بعد صلاة العشاء لهم 3 أحوال: منهم من عليه ولا له، ومنهم من له ولا عليه، ومنهم من لا له ولا عليه. مين بقى الأصناف دول؟ قال: فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فركب فرسه، وفي رواية رأسه، في المعاصي، فذلك كمل بقى عليه ولا له. أدي نوع، أدي صنف. ومن له ولا عليه: فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلي، فذلك له ولا عليه. طب الثالث مين؟ من لا له ولا عليه. قال: ومن لا له ولا عليه فرجل، مين بقى؟ أيوة، صلى ثم نام، فذلك لا له ولا عليه. ثم قال، وركزوا بقى في الوصية اللي هي عنوان الدرس: إياك والحقحقة، وعليك بالقصد وداوم. ما أجملها من وصية. لكن ما المقصود بالحقحقة اللي هو العنوان؟ إياك والحقحقة، المعاصي، التقطيع في العباد. أنت ما حقحقتش قبل كده؟ تحكوا ليه؟ المعاصي والذنوب. ده كده هناخد الجوائز نرجع بيها بقى ولا ايه؟ ايه الحقحقة يا اخوة؟ قال المنذري رحمه الله: الحقحقة ان يجتهد في السير ويلح فيه حتى تعطب، او حتى تعطب راحلته، يصيبها الايه؟ ايه العطب؟ العطف. هو انسان يركب دبة ويريد ان يصل سريعا او مبكرا، عمل ايه بقى مع الدبة دي؟ فضل يجهد فيها ويحثها على السير وعلى السرعة، فكانت النتيجة أن إيه؟ توقفت. هي دي الحقحقة بقى. أو تقف. وقيل الحقحقة أشد السير، ونفس الأمر في السيارة. إنسان مثلا في سباق وهو راكب عربية مثلا 28، والعربيات اللي في السباق بقى اللي هي بقى بي إم والجيب والبتاع، وعمال يدوس في بنزين يدوس في بنزين، مهما تدوس للآخر هتوصل لكام؟ هتوصل العربية بتاعتك هتقف ومش وهتنقطع. هو نفس الأمر إخواني حين نتعامل مع أنفسنا بعد رمضان بهذه المثابة، أن يريد الإنسان من نفسه أن يكون على نفس الحال التي كان عليها في رمضان. إذا يا عم الشيخ، بل أنت عايزنا لا، أنا يا سيدي لو تستطيعه فافعله، ولكن الخطر أنك تداوم على ذلك مدة ثم إيه؟ ثم تنقطع، بل لربما انقطعت عن الفرض أيضا وأصيب الإنسان باليأس. لذلك جاءت هذه الوصية معايا ولا إيه؟ ها؟ إياك وإيه؟ والحقحق، وعليك بالقصد وداوم. هذا الأثر أنا أراه منهجا متكاملا في السير إلى الله تعالى والدار الآخرة، وهو ينم عن فهم عميق للصحابة رضي الله عنهم مقارنة بمن جاء بعدهم. ولذا لنا معه وقفات ترسم لنا في الحقيقة منهجا في السير إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. أريدك أن تسجل هذه الوقفات وأن تجتهد في القيام بها بعد رمضان. ما ينفعش تقعد تتفرج. ليه؟ لأن أنت جاي درس عايز تستفيد، ولن تكون الاستفادة بمجرد السماع، سترجع إلى بيتك وتنسى، إلا ما يكون كل الدرس فمعظم الدرس. الدرس الذي تنتفع به وتستفيد منه هو الذي يبدأ بعد ما ينتهي. كيف يبدأ بعد ما ينتهي؟ كيف؟ التطبيق. لذلك تجد في دروسي وصايا لتفعيل ما جاء في الدرس. كيف نقوم بما جاء في الدرس من الوصايا؟ اسمع درس كذا، واقرأ كتاب كذا، حتى تؤدي ما يراد من الوصول إلى الهدف من هذا الدرس وهذا اللقاء. هي منهج في الحقيقة للسير إلى الله، معالم السير إلى الله تبارك وتعالى. تعالوا لنذكر هذه الوصايا. الوصية الأولى في قول أو في فعل طارق بن شهاب حين ذهب إلى من؟ لسلمان. لماذا؟ ها؟ من الآن؟ نشوف عبادته. لينظر اجتهاده. احنا نشتغل مع بعض وفي الآخر هنتحاسب. لينظر اجتهاده. الفائدة في ذلك، اكتب: ضرورة تتبع سير العلماء والعباد والمصلحين من الأنبياء ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. لماذا؟ لأنها أمر القرآن. قال الله لنبيه: أولئك الذين هدى الله فإيه؟
فبهداه مقتده، وقد امتثل صلى الله عليه وسلم واجتمع فيه كل حسن وخير كان في الأولين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وامتثل ذلك في تعاملاته حينما قسم قسمة فقيل له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ماذا فعل؟ كيف كانت عقوبة هذا القائل؟ لا شيء، وإنما قال أوذي موسى بأكثر من ذلك فإيه؟ لأن الله قال له فبهداهم فاقتدى صلى الله عليه وسلم. القدوة ثبات تثبتك في طريق سيرك إلى الله، حين تطالع كل هذه التراجم وتلك السير فتجد الثبات والاستقامة فتلحق بهم بإذن الله تبارك وتعالى. القدوة تنشط النفس للعمل الصالح، توقظ القلب من الغفلة، تعلي الهمة. إذا رأى في طريق الآخرة هؤلاء المجتهدين في العبادة حاول الاقتداء بهم، سيما إن وجد في الواقع أو الواقع يعج بنماذج وسير الكسلين، فلان ما بيصليش الفجر إلا يومين في الأسبوع، فلان هجر القرآن، فلان. كن أترك هؤلاء وكن مع أولئك، كما كان ابن مبارك يكثر مجالسة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خيار من خلال مطالعة السير فيعاتب في ذلك، وكيف لا تمل، فقال وكيف وأنا أجالس هؤلاء، أو كما قال رحمه الله، حين تنظر في سير هؤلاء تشدك هذه السير لكي تكون مجتهدا مثلهم. أيضا القدوة ومطالعة سير العابدين تكسر العجب في نفس العبد إن كان من المجتهدين، إذ أين يبلغ اجتهادك مقارنة باجتهاد الأنبياء والمرسلين بل والصحابة المباركين ومن بعدهم من علماء السلف وزهادهم. شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر تلميذه ابن القيم أنه أرسل إليه رسالة في آخر عمره، خد بالك الواحد من دول في آخر العمر بيكون إيه؟ أعلى بقى حاجة في العبادة والاجتهاد والدعوة والجهاد إلى آخره، آخر عمره بقى كاتب لابن القيم يقول له إيه؟ منذ أسلمت أو احتلمت ما أعلم أني أسلمت إسلاما صحيحا، وأنا إلى الآن أجدد إسلامي. مين يقول كده؟ هذا البحر في العلوم، هذا الذي ما ترك أهل البدع إلا وناظرهم وأفحمهم وانتصر عليهم، وما تجد علما إلا وله فيه مشاركة وحظ ونصيب، الذي ما أتى في المسلمين إلى الآن كما يقول العلماء مثله، يقول عن نفسه أنه ما أسلم إيه؟ إسلاما صحيحا، وهو إلى الآن يجدد إيه؟ ما أنا وإنت نعمل إيه؟ التزامنا ده شكله إيه؟ عباداتنا اللي إحنا بنأديها إنت معجب بإيه؟ إنت أصلا إحنا عملنا إيه أصلا؟ ده كل حاجة جيالنا على الجاهز، ما هذا الالتزام الذي نحن فيه إلا ثمر لهؤلاء المشايخ جزاهم الله خير الجزاء، ورحم الله شيخنا أبا إدريس وغفر له، كيف قاد الدعوة في هذه الفترة العصيبة ووصل بها بفضل الله تعالى إلى بر الأمان. هؤلاء قدواتنا إخواني، هذه المعاني وهذه القدوات وهذه القصص والمواقف تكسر في نفوسنا العجبة وتذهب الغرور. أيضا تعلمك التوازن بين الحقوق والواجبات، كما في قصة سلمان أيضا لما زاره أبو الدرداء وجد زوجه متبذلة، يعني بثياب المهنة مش مهتمية بنفسها، فلما سأل أخبرت أن زوجها اللي هو أبو الدرداء ليس لنا فيه نصيب، يعني يقوم الليل ويصوم النهار، فما كان من سلمان إلا أن أرجعه إلى الطريق الصحيح، وأمره أن يفطر لما كان صائما في صيام النفل وأفطر وأكل معا، وأمره أن ينام بالليل، وقام في آخر الليل أيضا، ثم قال له إن لنفسك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لبدنك عليك حقا، روايات متعددة، إن لعينك عليك حظا. ثم شكاه أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال إيه؟ صدق سلمان. إذن تعلمنا التوازن مطالعة سيرهم. كذلك قصة عبد الله بن عمرو لما كان عازفا عن النكاح منشغلا بماذا؟ بالعبادة. كيف كانت عبادته يا إخواني؟ كل الليل يقوم، وكل اليوم كل الأيام يصوم، ويقرأ كل ما نزل من القرآن. أرأيت؟ أراده أبوه أن ينكح أن يتزوج فأبى، فأكرهه على ذلك وزوجه، فلما زوج ما قرب المرأة. تخيل واحد وفي ليلة الدخلة ما قرب المرأة. لما كان منشغلا بلذة أكمل من هذه اللذة التي ربما بعض الشباب لا يرى الدنيا إلا هذه، ويعيش وينام ويقوم لأجلها لأجل أن يحصلها.
هذا مشغول بالعبادة فشغل عن هذه الله، مع أن هذا لم يقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحال. فلما شكاه للنبي صلى الله عليه وسلم واستفسر منه واستفسر وحكى له وبين كيف هذه الأوراد، ما رضيها وما قبلها، بل تدرج معه حتى جعله يصوم يوما ويفطر يوما ويقرأ القرآن في سبع، وهذا رجحه ابن حجر على رواية الثلاث، وكذلك يصوم ويفطر. لكن عبد الله بن عمرو نفسه رضي الله عنه قال ليتني قبلت إيه رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر اشتد عليه في آخر عمره لما كبر رضي الله عنه وارضاه. إذن مطالعة هذه النماذج لها أثر عظيم على السائرين إلى الله تبارك وتعالى. الثانية، المعلم الثاني يا إخواني، الناس اللي بتكتب، ترك التكلف. إيه ترك التكلف؟ هو طارق بن شهاب لما زار سلمان، سلمان ترك إيه من العبادة بتاعته؟ ما تركش حاجة. طب أنا هأدي العبادة قدامه كده مش هبقى مرائي؟ ها؟ مرائي ولا مش مرائي؟ ليه؟ هذه عبادتي وبحسب نيتي، إنما أنا أفعلها لمن؟ لله. لكن الخطر أن النية تتقلب وتتغير. سلمان ظل على حاله حتى لما بات عنده الرجل، وهو يعلم أنه فعل ذلك لينظر اجتهاده، هو جاي بيت مخصوص عشان يشوف هو بيعمل إيه. فالعبرة إذن بالنية، ولا ربما كانت للعبد نية صالحة في أن يقتدي غيره به، ولذا لم يترك ورده، لم يترك ورده. كما سئل الصحابة من أصبح منكم اليوم صائمة؟ الله، أبو بكر بيخبر عن عمل سر ليه؟ ليقتدي الناس به. طب هذا رياء؟ لا، ليس برياء. تسميع؟ لا، ليس بتسميع. العبرة بإيه؟ فما بال بعضنا ربما سئل في بعض الأيام، مثلا يوم الاثنين والخميس، تصايم عم بشكل ولا مش صايم؟ يقعد باي إيه؟ طب أنا عزمك على عصير، ما تيجي تشرب عصير معايا؟ لا لا لا، مش عايز. طب يا عم والله ما عصير، ما تقول له أنا صايم وبحسب نيتك. أبو بكر لما سئل قال أنا. طب أخبر عن الصفات الأخرى؟ لا، لأنه لم يسأل. لكن أنا أخبرت بقدر ما إيه؟ بقدر السؤال، بقدر ما طلب مني، وهذه أمارة الإخلاص. ثم سئل عن غيرها فأخبر. إذن العبرة بالنية طالما لم تتقلب على العبد، وكل أدرى بنفسه. وكذلك الأمر في قصة ابن عباس لما بات ليرى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عند من؟ عند مين اللي قال؟ عند خالته ميمونة رضي الله عنها، وحكى لنا هيئة من هيئات قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في غير ما موقف وقصة. الوصية الثالثة أو المعلم الثالث، اكتب عم الشيخ، القصد تبلغه. وأنا ممكن أقدم بعض الحاجات وأخر البعض الآخر في الوصية. القصد، ما القصد؟ ما القصد يا إخواني؟ ها؟ فين؟ الاعتدال والتوسط، وهو معلم في غاية الأهمية والخطورة في السلوك إلى الله تعالى. التوسط، أن تسير إلى الله بلا إفراط ولا تفريط. البعض ربما يتهاون بالنوافل والسنن فيوقعه ذلك في التفريط في الفرائض. تعرفوا أن بعض الناس ما بيصليش سنن خالص، ولا سنة فجر ولا ضحى ولا قيام ليل ولا غير، هو بس إيه؟ فرض. طب إيه ده حاله؟ الله ينور، أفلح بس إن اللي تدل على إيه؟ ها؟ لا، راحة الجايز. إن لا، أنه من الصعب أن يصدق. إن شك، إن صدق هذا قليل نادر، لأما الأغلب فلا يستطيع أن يوفي الفرائض حقها، لذلك سيقع في بعض التقصير والخلل، فيحتاج للنفل ليكمل الإيه؟ ليكمل الفرض. وهذه من أهم فوائد النفل، تكميل الفريضة. كيف تعيش بلا نفل؟ لا نفل في الصلاة، ولا نفل في الصيام، ولا في الزكوات، ولا في الحج والعمرة، ولا في الأخلاق والمعاملات. كيف إذا حسبت يوم القيامة على الفرائض وظهرت ناقصة؟ وقال الله انظروا هل لعبدي من تطوع، فنظرت الملائكة فلم تجد شيئا من التطوع. ماذا ستفعل؟ صرت في ورطة شديدة، ماذا ستفعل في هذه الفرائض الناقصة؟ وفي المقابل إذا قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع،
وكنت من أصحاب التطوعات، بل التطوعات الكثيرة. بعض الإخوة منذ التزم إلى الآن ما ترك الرواتب، طول حياة مواظب على وبعضهم ما ترك قيام الليل، وبعض النساء ما تركت قيام الليل منذ بلغت إلى الآن حتى وهي حائض، تقوم من الليل تستغفر في وقت صلاتها بالليل، فتسأل عن ذلك تقول أخاف أن أنام فأتعود الكسل. ده ناس معاصرة، بنتكلم عن نماذج معاصرة، هؤلاء موجودون بفضل الله والخير في هذه الأمة. لذلك أقول لك الخطر أن تترك النفل كلية، فربما صارت ورطة يوم القيامة بسبب أنك لا نفل لك فتكون فرائضك ناقصة. وكذلك الخطر في المقابل لدى البعض حين يزداد جدا من النفل فيشدد على نفسه فينقطع، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد فوجد حبلا بين ساريتين، صح كده؟ فسأل لمن هذا؟ قالوا لإيه؟ لزينب، تصلي من الليل فإذا فترت إيه؟ تعلقت به. فقال إيه؟ ما شاء الله، إيه الهمة العالية دي؟ تبارك، قال كده؟ قال حلوه. طب اعمل إيه ما واحد بيصلي وكسل عايز ينام؟ ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. شوف الدين سهل إزاي؟ بس الخطر بقى اللي انت تفهمها بالعكس بقى، هو قال لي يصلي ولا لينام ابتداء؟ لا، بعضنا بقى واخدها من البدايه ايه، لينام. ليه يا سنة؟ عايز انام. صلي يا عم طالما في حبه نشاط، ولو خدت بيهم ركعتين اربع ركعات ادي ده نشاطك ماشي، لكن مش لينام. لا، ليصلي احدكم نشاطه فاذا فتر، يعني اذا كسل فايه، فمش يركض من البدايه بقى. ولما وجد امراه عند عائشه تذكر من صلاتها وكذا وكذا، قال مه، يعني اسكتوا، ايه اللي بتقوليه؟ اكلفوا او اكلفوا من الاعمال ما ايه، ما تطيقون. يبقى انت عشان تكلف نفسك ما لا تطيق هذا سيؤدي بك الى الانقطاع. اكلفوا من العمل ما تطيقون. والامر نفسه في قصة عبد الله بن عمرو كما اشرت اليها، وهكذا ينبغي ان يكون الواحد منا، عليك هديا قاصدا، احذر أن تشدد على نفسك فتنقطع، كما في أثر سلمان الذي معنا، إياك والحقحقة. الحقحقة دي قد تكون بصيام متواصل، واحد بيصوم كل يوم، وما حكم هذا الصيام يا إخواني؟ مكروه، وعند طائفة من العلماء محرم، ولعل هذا هو الراجح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد، وقال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم والعياذ بالله تعالى. ثم هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، وقوله كذلك عندما قال أحب الصيام إلى الله ماذا؟ صيام داود. كان يصوم كل يوم؟ لا، كان يصوم يوما ويفطر، حتى وإن روي عن بعض الصحابة فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لنا قوله، وهو القائل كما سمعتم أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر. كذلك البعض ربما صلى الليل كله، ولعله يحتج عليك ويقول آثار كثيرة عمن كان يقوم الليل كله، وأبو حنيفة رحمه الله كان يصلي الفجر بوضوء العشاء، وفلان وعلان وكذا. نقول إياك وبنيات الطريق، عليكم هديا قاصدا. خير الهدي هدي من؟ ما قال أبا حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد، ونعالهم على رؤوسنا، لكن إن خالفوا السنة، إن فعلوا المفضول فاترك المفضول، وعليك بإيه؟ بالفاضل. والفاضل ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يا إخواني هدي الصحابة أيسر بكثير من هدي التابعين، لأنهم أقرب إلى ماذا؟ إلى النور النبوي، إلى السنة، إلى الهدي النبوي. الرابعة المداومة، لأنه قال إياك والحقحقة، ها، وعليك بالقصد وإيه، ها، وداوم. هذه وصية خطيرة جدا، داوم على الأوراد، على الأعمال الصالحة. لماذا؟ لأن المداومة على العمل تجعله أعظم أثرا في نفسك وفي قلبك. المداومة على العمل تجعل العمل أعظم أثرا ونفعا في الحقيقة في القلب والنفس، خلافا للأعمال الكثيرة المنقطعة فأثرها ضعيف. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا دلوقتي قطرة ماء تنزل على صخرة،
معايا؟ قطرة ماء تنزل على صخرة بانتظام، ماذا ستفعل فيها؟ تؤثر فيها. طب سكبنا الماء مرة واحدة على الصخرة، لا أثر. كذلك العبادات حين نداوم عليها ولو إيه؟ كانت قليلة، تكون متقربا إلى الله بماذا؟ ها؟ تكون متقربا إلى الله بماذا؟ لا لا، تكون متقربا إلى الله بأحب الأعمال، بأحب الدين، أحب العمل إلى الله أدومه، ما قال أكثره. بس خد بالك برضو احنا ما شاء الله فهيمة، يقول لك خلاص صرام أدومه، وإن قال هم الركعتين والإرشين. طب ما هو قال أدومه، بس عشان هو قال أدومه وإن قال، لو أكثره وأدومه يبقى إيه؟ اشمعنى أنت خدت وإن قال يعني؟ طب ما تكتر وإيه؟ وخدها بإيه؟ لا بالتدريج. يعني أنا عايز أصلي 13 أو 11 ركعة قيام ليل، أعمل إيه؟ خدها كده 3 في 5 بإيه؟ بالتدريج، وهتلاقي الأمر ربنا فتح عليك. تمام؟ الصدقات برضو بالتدريج، تلاوة القرآن وهكذا. لكن أن يواظب دوما على القليل بلا شك هذا خير، ولكن ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود إيه؟ المداومة. عشان كده عايزكم تحفظوا العبارة اللي جاية دي، وكان أحب ها العمل ها مين يقول؟ لا أنا عايز الحتة ده في مسلم. وكان أحب العمل إليه، مين اللي قالها؟ ما داو، اعكسها، ما داوم صاحبه عليه، قولوها بقى. وكان أحب العمل إليه ها ما داوم إيه؟ كمان مرة معلش. وكان أحب العمل إليه إيه؟ ما داوم صاحبه عليه. يعني أنت بتحضر درس توحيد مثلا فقه بقالك كم سنة؟ 10 سنين. غبت كم مرة؟ لا يعكس حضرت كم مرة. مش ده بيحصل؟ ردوا علي. بيحصل. إبراهيم الحربي ما تخلف عن مجلس نحو ولا لغة 50 سنة. ومن إبراهيم؟ إمام من أئمة اللغة. جت منين؟ اتولد كده ولا إيه؟ مداومة. بتيجي الواحد يقول ما داومش 5 دروس، مش 5 سنين، وجاي يقول لك والله الموضوع ده مش ماشي، مش جاي معاك، عشان انت اصلا مش واخد الامر بايه؟ بصدق. انت فعلا ما تغيرتش، انت شكل ملتزم، انت اخ مطلي، مش ايه؟ مش اصلي اخ كده، خد بالك، مطلي اخ لحيه ومش عارف ايه، تلاقي في البيت شكل تاني وفي الشغل شكل تاني وفي الشارع شكل. بقول لك ايه؟ ما تخلينيش اقلب. تقلب ايه يا عم؟ بترابيزه ولا طبق في اكل؟ احنا ديننا ما فيش حاجه اسمها اقلب. ده ابو ذر لما اتاه الغلام، واظن قلت لكم الاثر ده قبل كده، وقد كسر رجل شاه، فقال له ابو ذر من فعل هذا؟ قال انا. تعرف شاه بالنسبه لدول يعني ايه؟ قال انا. كده اعترف اهو، لاغيظك كمان، للبرد لأغيظك فتضربني فتأثم. طب انت قول لي بقى لو انت مكانه تعمل ايه؟ هتكسر رجليه. خدت بالك؟ يقول لك عم الشيخ ما دول صحابه واحنا فين؟ انت عارف ابو ذر عمل ايه؟ قال والله لأغيظن من امرك بهذا، اذهب فانت حر. انت بقى لو مكانه اعلمك الادب عشان تعرف تتكلم وتقاوح كمان، وكمان ليك عقوة. هتقول لي بس دول صحابه. ابو ذر ده يا ريس كان قطع طريق، يعني واحد مثلا قبل الالتزام كان حمله، تمام، التزم الالتزام المفروض يعمل فيه ايه؟ ها يبقى انسان تاني. ما تقولش اصل انا ما مسكتش نفسي، اصل مش عارف هي زعلتني ايه. اما هو اصلا اخلاقك هتظهر امتى؟ لو ما ظهرتش عند الغضب، وانتوا قاعدين كده بتشربوا حاجه ساقعه وبتاكلوا كريم شانتيه، هي كده هتبقى اخلاق؟ لا، الاخلاق هتظهر فين؟ فين يا عباد الله؟
الشدة في الغضب. عشان كده ما تقوليش أصل وفصل، أنت شوف التزامك أصلا شكله إيه، أنت عندك مشكلة في المداومة سواء على العلم أو على العبادة أو الأنشطة الدعوية. الأخ ما تلاقيهوش، عندنا حملة تبرع مش فاضي، طبعا هنوزع مش عارف إيه في رمضان، أصل عندي ظروف، أصل أما مين اللي هيقوم بالدين لو كلنا اعتذرنا بالصورة دي؟ ولا بتتعلم ولا لك حظ من العبادة ولا لك أثر في الدعوة، أنت لازمتك إيه؟ ايه انت لازم، ايه لازمتك؟ انت حمل على الاسلام ولا انت حامل هم الاسلام؟ ما كل واحد يقف مع نفسه ويجاوب نفسه. يعني انت وانت جاي الدرس النهارده جيت ليه او جيت ازاي؟ يقول لك الاخ فلان اتصل بيه. انت طول عمرك هيفضلوا يتصلوا بيك عشان تيجي؟ مفيش مره انت تتصل بعشرة تجيبهم معاك، بيحصل ولا بيحصلش؟ والا المسجد ما شاء الله مليان والناس واقفه في الشارع، صح؟ بصوا كده ليه؟ لان كل اخ عنده اتكاليه، الاخ فلان هيقول للاخوه، والاخ فلان هيبلغ، والاخ مصل الدين بتاع الاخ فلان مش بتاعك انت. الصحابه ما كانوش كده، الصحابي من دول كان واخد ان القضيه دي قضيتي، لازم الاسلام ينتشر. الناس دي ضحت وتعبت عشان توصل لنا الامانه، مش عشان حضرتك تنام بقى اخد بالك وتشد اللحاف ومش لا، عشان يبقى لك دور عشان توصل الرساله. والموضوع ده مش هيجي الا بالمداومه، اللي انت تحط لنفسك برنامج علمي تداوم عليه، برنامج تعبدي تداوم عليه، اثر دعوي او دور دعوي وتداوم عليه حتى ولو كان قليل. بس انا عايزك في القليل يبقى تعمله بقلب، مش تبقى بعمل كمان قليل وايه وايه وكروته، خد بالك، ولا انت بتحس بيه وانت بتاديه ولا بيأثر فيك، لا ما ينفعش، لان كده غيرك هيسبقك. احنا بنقول هناخد العباده بالتدريج، هناخد العباده بالمداومه ولو كانت قليله، بس عايزك قليل تجوده تحسنه تستشعر انك تتقرب به الى الله. والقليل ده اللي انت بتحسه وبتعيشه بقلبك هيحبب العباده ليك، غير الكتير. ما انا مش عايزك ما يجي اللي هيأذن، طب انا قلت له لا، غير الكتير اللي انت بتكروته وايه ومش حاسس بيه، خد بالك، وبتكره نفسك عليه، وفي الاخر هتسيب كل حاجه، ممكن تسيب الالتزام بالكليه. الوصيه الخامسه او المعلم الخامس من هذه الوصيه المباركه في قوله حافظوا على هذه الصلوات الخمس. لماذا اوصى سلمان طارقا بهذه الوصيه؟ لماذا؟ نقول عظم ما عظم الله. الصلوات الخمس أعظم وأهم أركان الدين العملية، فاقدرها قدرها واحرص على إقامتها، فإنها عصمة لك من الفتن، وناهية عن المنكرات، وحماية من الشهوات، وثبات على الصراط، وزاد لك في الأزمات والملمات، وحفظ لك في دينك ودنياك. قال الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة ماذا؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن أنا أشكو من الوقوع في بعض المعاصي والمنكرات، إذن عندي خلل في ماذا؟ في إقامة الصلاة. لو أقمتها لتم لي ما ذكر الله، لأن الله عز وجل إذا قال إن الصلاة تنهى، إذن هي إيه؟ تنهى. إذن الخلل في صلاتي ما أقمتها كما أمر الله، كما سأشير لبعض الوصايا التي تعيننا على هذه الإقامة. وقال الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال الله واستعينوا بماذا؟ بالصبر والصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة، بل لك عهد عند الله عز وجل أن يدخلك الجنة إذا حافظت على هذه الصلاة. إذا ضيعتها ليس لك على الله عهد، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك. لذلك نحتاج إخواني أن نفعل دور الصلوات الخمس في حياتنا. خلي بالك ما تنامش، إحنا عايزين مع المعلم ده نعظمه، عايزين فعلا صلاتنا تتغير. طب إيه اللي نعمله عشان الصلاة تتغير؟ لست أعني الحديث عن إقامة جسد الصلاة، فهذا أمره سهل بدراسة فقه الصلاة من أي كتاب فقه لتحقق صلوا كما رأيتموني أصلي، لكني أعني ماذا؟ روح الصلاة وهو الخشوع، والذي بحسبه يكون الأجر ويكون نهيها لصاحبها عن الفحشاء والمنكر. خلي بالك، بحسبه يعني بحسب إيه؟
الخشوع يكون الأجر يعني فين؟ في الصلاة. ويكون إيه؟ نهيها لصاحبها عن الفحشاء والمنكر، بل ويكون أثرها على قلبه وفي نفسه وفي سلوكه وأخلاقه. كل ده لو أننا صلينا فعلا وأقمنا الصلاة لتغيرنا. طيب نعمل إيه عشان نفعل أثر الصلوات؟ خد بقى الوصية المهمة دي، عايزك تقرأ كتاب لماذا نصلي بتاع الشيخ المقدم. تقول لي قريته قبل كده، اقرأ تاني. وإذا قرأته وكررت قراءته وقفت على فوائد لم تنتبه لها، ربما كانت في الهامش أسفل، ربما أنت لم تنتبه، انظر في كلمات الشيخ وستقف على الكثير من الفوائد لم تنتبه إليها. اقرأ كتابا في غاية الخطورة يوقفك على أهمية الصلاة، صلاة الجماعة خصوصا. كتاب اسمه أهمية صلاة الجماعة بتاع الدكتور فضل إلهي، للأسف مش هتلاقي الكتاب ده مطبوع، قليل شحيح، لكن موجود إلكتروني، حمله على التلفون بتاعك PDF. الشيخ محمد إسماعيل خد الكتاب ده عمله في محاضرتين، اسمهم اكتب عشان تسمعهم، فوائد في صلاة الجماعة، فوائد في صلاة الجماعة. أوصيك أيضا بكتاب يعينك على الخشوع بعنوان ذوق الصلاة، اسمه إيه؟ لمن؟ لابن القيم. ذوق الصلاة لابن القيم، ورسالة ابن رجب الخشوع في الصلاة أو الذل والانكسار للعزيز الجبار، هي بهذا الاسم أيضا. وهناك شرح لي على هذه الرسالة موجود على الشبكة، شرح رسالة الخشوع في الصلاة لابن رجب. وهناك سلسلة تكلمت فيها عن فوائد الصلاة وثمرات المحافظة عليها وعقوبات التهاون بها، يبقى جايب الاثنين ترغيب وإيه، وأكثرت وذكرت الكثير من القصص في هذا وذاك، اسمها إيه؟ سلسلة اسمها قرة العين. يا إخوة كتير مننا خد بس من حديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مروا أولادكم بالصلاة خد بس منه إيه؟ صلي يا ابني. طيب هتفضل تقول له صلي يا ابني لحد ما تكرهه في الصلاة؟ المشكلة مش إن صلي يا ابني هي اللي هتكرهه فيها، لأ، اللي أنت خدت جزء بس، أنت محتاج تحببه في الصلاة مع أمرك ليه بالصلاة. في الاعتكاف اللي فات ده شفت ولد ناهز البلوغ، ممكن يكون بلغ مش عارف، الولد ده اتوضى يا ابني، اتوضيت يا ابني، اتوضى انت ما اتوضيتش، لا لا انا اتوضيت، وهو ما ايه ما اتوضاش. الولد ده بقى من غير ما غير موضوع اتوضى يا ابني دي، انا شفته دخل الحمام بعناية دي. طب دخل الحمام يعمل ايه يعني؟ مش بيريح، دخل عمل حمام وطلع من الحمام فتح المية عمل كده على وشه وعلى ايديه وطلع من الميضة. ايه ده؟ الموقف آلمني جدا. طب السبب مين؟ ليه؟ ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ليه؟ الله ينور عليك، ابوك كرهه في الصلاة، احسنت يا زي بالظبط كده اللي كره ابنه، اسمع يا شيخ، اللي كره ابنه في القرآن ده وصل لإيه؟ مسك المصحف قطعه وقال له مش هحفظ قرآن تاني. بحكي لك مواقف حصلت. أيوة إحنا أحيانا ينطبق علينا حديث إن منكم منفرين. تعرف الحديث ده تقال لي مين؟ ومين معاذ؟ سيد العلماء. اتقال له إن منكم منفرين، وهو فعلا عمل كده لما صلى العشاء في سورة البقرة. خير؟ طب إحنا هنعمل إيه بقى في الناس؟ وهنعمل ايه في اولادنا لو اهملنا الجوانب التربويه؟ اخ متميز جدا في الفقه، متميز في التوحيد، لكن في التربيه صفر، سواء التربيه اللي هي تزكيه النفس او التربيه اللي هي تربيه الاولاد. ومفاتيح النجاح في تربيه الاولاد، في سلسله كده مفاتيح النجاح في تربيه الاولاد، 10 دروس عملتها في الاعتكاف، ما صدقت الاخوه موجوده، عشان ايه؟ عشان يتظبطوا بقى. لا مش معقول فعلا، بعضنا فعلا وبعضنا قد يبذل ما في وسعه ويصير الولد فاسدا. خلاص عملت ما خلاص، ابني سيدنا نوح كان كافر، ايه ما هو ما نجحش في التربية؟ لا بلا شك، بس خلاص مضى قدر الله، لكن لازم تاخد بالأسباب. عشان كده بنقول عظم ما عظم الله، اجمع أولادك وعضوا مع بعض كل أسبوع اسمعوا محاضرة عن أهمية الصلاة. هتقولي مش هيقعدوا، أعدهم بالمحفزات، هات علبة زي دي كده وقول يا أولاد ها، وأعدهم صح
وقول يا ولاد هنسمع الدرس النص، ما تجيبلهمش بقى درس ساعتين، حتى لو درس ساعتين نسمع منه ايه ربع ساعة كده، وقول لهم هنسمع مع بعض ربع ساعة وهسأل سؤالين في الربع ساعة دول، تمام؟ واللي هيجاوب ليه 50 جنيه عندي. ايه طالعة من قلبك؟ ايوه في الاول بس استنى. يوم الاولاد هيقعدوا عاملين ازاي؟ ياه هيحفظ الدرس. معلش بعد كده 50 بقت 30 بقت 20 بقى خلاص حبوا ايه؟ ايوه انا بحكي لك عن واقع. اعمل الجلسه دي في البيت، سميها جلسه الحبايب. الولد بيجيب المقليه الطاسه ويجيب معلقه ويخبط عليها، يلا جلسه الحبايب، ويجمع اخواته عشان يقعدوا. ابوهم عودهم كل اسبوع بنقعد ايه مع بعض. عندك اكتر من كده يومين في ماشي، بس ما تزهقهمش برضه. كان يتخولنا بالايه؟ بالموعظه. ودول صحابه مخافه السآمة، هم صحابه. امال احنا ايه؟ هتجن عيالك انت بقى على طول انت. وما فيش بقى ترفيه بقى، ولا يعزموا على جلاتي، ولا يتمشى معاه، ولا يضحك معاه، لا واخدها ايه انت بتكلم شيخ ده عيل صغير او شاب، والعيال حوالي شكلهم ايه؟ وعارفين الدنيا حوالين الاولاد شكلهم. فعايزه ايه؟ استعانه بالله، وعايزه ترغيب، وعايزه تحبيب، وعايزه حزم مع حب. الموضوع كبير، موضوع كبير جدا، بس ممكن ومستطاع باذن الله تبارك وتعالى. اجمع اولادك على سلسله قره العين اللي هي بتكلم فيها عن اهميه الصلاه. اجمع اولادك على سلسله كيف اتلذذ بالصلاه. المقطع ربع ساعه وبيشرح لك الصلاه حته حته ازاي تخشع فيها، مهمه جدا. تمام كده؟ هذه الوسائل تعيننا بإذن الله على تعظيم شأن الصلاة. طيب، الوصية أو المعلم السادس في قول سلمان: إياكم وهذه الجراحات. أو هو قال لي أجيب لكم النص بالضبط، قال لي حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. إيه المقتلة؟ القتل، المقتلة، الكبائر. مين اللي قال؟ الكبائر. طب ليه سماها مقتلة؟ تهلك صاحبها، تقتل الإيمان في القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعشان كده إحنا عايزين فعلا نحذر المقتلة. تخيلوا إن في بعض النساء بتقتل، مش بتقتل، يعني بتعمل كبائر اللي منها القتل. واحدة تقتل، ايه القلب ده؟ ازاي بقى؟ حد عارف؟ لا مش تكفر العشير، شكلك مليان. ها؟ لا القتل في موضوع الحمل، وتروح تجهد من غير ما تستفتي، اخد بالك؟ وطب هو بقى له كام شهر؟ ولا مش في دماغنا يا عم، نزله وخلاص. وممكن تقع في ايه؟ تلاقي يوم القيامه في صحيفتها جريمه ايه؟ ايوه خد بالك. عشان كده احذر المقتله. طب انا محتاج ايه في الوصيه دي المقتله؟ لا محتاج اللي انت تعرف خطر الذنوب. كل شر كما قال ابن القيم في الدنيا والاخره سببه الذنوب والمعاصي. وقعد بقى يعدد خطر الذنوب وضرر الذنوب في كتابه القيم ايه؟ الكتاب ده لازم يتقرا وتلخصه وتحكيه لاولادك، أو تسمع مثلا شرح مختصر مهندس علاء حامد عليه، أو شرح أعلى للدكتور عبد الرزاق البدر، شرح رائع لكتاب الداء والدواء، وتلخص وتقول لأولادك وتقول في المسجد وتعمل منه خطب جمعة. وعليك برضو بكتاب مهم جدا، تحذير الداني والقاصي من أضرار الذنوب والمعاصي، بتاع مين؟ لا أزعل كده، شيخنا الشيخ حامد فريد. تحذير الداني والقاصي من أضرار الذنوب والمعاصي، جايب خطر الذنوب وضررها في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. خطر الذنوب يا إخواني مش إن هي بس في عقوبات دنيوية، لا، هتخش مع العبد في القبر، وهتبقى عذاب لي في القبر. ناس بتتكسر رأسها في القبر، وناس بيتقطع وشها في القبر، وناس بتسبح في نهر من الدم، وناس في أفران تأتيهم النار من أسفل. كل دي عقوبات الذنوب والمعاصي، مش مجال، مفيش مجال للتفصيل. خطر الذنوب إنها هتبقى مع الإنسان برضو يوم القيامة، فضيحة والعياذ بالله تعالى. خطر الذنوب تتسبب في سقوطي من على الصراط في النار. خطر الذنوب تحبسه في النار يوم القيامة حتى تحل له الشفاعة.
وربما كان في آخر من يخرج من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خطر الذنوب إنها ممكن سبب لفتنة الإنسان. الفتنة يعني يختبر اختبار، يا ينجح فيه يا إيه؟ يا يفشل ويسقط. طب أنا عم الشيخ ده، أنا اللي عامل الدعوة في البلد دي، ده أنا اللي معلم، ولو كنت حضرت بدر ممكن تختبر، ولو كنت حضرت بيعة العقبة الأولى تختبر. عرفتوها؟ مين؟ الثلاثة الذين خلفوا، اثنين منهم حضروا بدر، وهو حضر ايه؟ بيعة العقبة، وخلفوا وهجروا كام؟ 50 يوم، وجاءته رسالة من ملك غسان كاد أن يفتن. موضوع صعب بسبب ايه؟ معصية، بسبب معصية، والمعصية كان سببها ايه؟ الشهوات والتسويف. فأنا إليها أسعر، الظلال بقى والثمار والطاب الماء والغزوة في حر ومسافة بعيدة، فهو مال لإيه؟ هو ده الخطر اللي بعض الإخوة مش واخد باله، فكر ربنا بيحبه وموسع عليه، فلوس عمالة تيجي يمين وشمال. أيوة، ودينك راح فين؟ ومشاركتك الدعوية راحت فين؟ أنت الأول أول ما التزمت ما كنتش كده، انت حظك من ربنا شكله ايه؟ ما لازم تاخد بالك من المعنى ده. ما بحرمش عليك اللي انت تجتهد وتجمع المال، ولكن لا يكون هذا على حساب حظك الاخروي، حظك من الله تبارك وتعالى. هؤلاء اختبروا ونجاهم الله، فهل تضمن انت اذا اختبرت ان تنجو؟ وهذا يبين لنا ايضا خطر الذنوب. الوصية او المعلم السابع، كلمة السر في فعل سلمان لما قام يصلي من اخر الليل. صلاة ايه يا اخوة؟ ها؟ صلاة قيام ليل، اللي احنا بقى بنسميها كلمة السر للنجاح في السير إلى الله. ايه هي؟ حد عارف كلمة السر؟ 3 حروف، واو راء دال. ورد. أخبار أورادك ايه بعد رمضان؟ أخبار أورادك ورد القيام، ورد الصيام، ورد القرآن، ورد الذكر، ورد الصدقة، ورد البر. شو اللي جاي ده بقى؟ ورد الحب. حب ايه؟ ما كل اللي فات حب الله مولانا، احنا بنتكلم بقى في حب الزوجة. مش كان في درس هنا كامل عن الصح كده؟ السعادة الزوجية. ما ده ورد، مش بيبقى فيه اوراد وتواظب عليها؟ انا فاهم، مش صح كده؟ طب هل دي ليها اصل في السنة؟ ورد الحب ده ليه اصل في السنة ولا ملوش؟ ايه؟ لما سئل من أحب الناس إليك قال مين؟ طب إيه تاني؟ إني رزقت حبها. الله عليك يا رومانسي. إيه تاني؟ أكثر من زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه كان قبل ما يطلع للصلاة يقبل نساء حتى وهو صائم في رمضان. نعم الشيخ في رمضان صلى الله عليه وسلم وقبل أن يخرج للصلاة. ولما تبقى أكتر من زوجة راوت كده يبقى الموضوع بإيه؟ طب إيه ده؟ أنا بسمي المواضيع دي اسمها طقوس الحب، إن أنا بوصي الأزواج والزوجات خلوا ليكم طقوس معالم كده نثبت بها هذا الحب وندلل بها على هذا الحب، حتى إذا ما وقعت المشكلة لن نتخلى عن هذه الطقوس. يعني أنت معود نفسك أول ما تدخل من باب الشقة تاخد أولادك بالحضن وبتاعه كده، برضو المسكينة دي ممكن تديها بوسة على جبينها حتى، على ممكن كل مرة كده، ده بيديها ثقة في نفسها إن زوجي لسه بإيه؟ إيه ده؟ أيوة، ما المواضيع دي ده ممكن تكون أنت واقف على السقالة في الدور 20 والتليفون بيرن، هي بترن عليك، أنت بتحبني؟ يا ست انا هقع على ام راسي حموت. ايوه، ما لازم تروح دلوقتي تقول يا ولية انا. ما هي المعاني دي انت عندك ممكن تكون مش مهمه، لكن عندهم ايه؟ زي الروح بالظبط كده. فانت ما فهمتش المعنى ده البيت هيتخرب. فعايزين الشخصيه المتكامله بقى، الورد بقى بالتكامل والشمول. برضو اولادك، انت راجع من البيت من الشغل تعبان وده بينط عليك وده بيشدك مش عارف ايه، تضرب ده بالرجل وده بالايد، يا اولاد الذين انا ما طول النهار ارفع. هم مالهم؟ هم ليهم حظ فيك ونصيب تبتسم وتلاعب ده؟ هتقول مش لا هتقدر،
لو قالوا لك في الشغل 50 جنيه 100 جنيه زيادة لو لعبت أولادك هتعمل لهم أراجوز. هذا في طب ما ده عبادة هتاخد عليها أجر. عشان كده هنا سلمان لما صلى الركعات اللي آخر الليل دي عايز أقول لك وردك ثباتك، وردك عصمتك من الفتن، حمايتك من الشهوات. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ أحبه. مين اللي هيحبك؟ يا ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن إيه؟ أن تحب، إن أنت تبقى محبوب لله. بإيه؟ بالمداومة على النوافل بعد الإيه؟ فإذا أحبك إيه؟ كنت سمعة، كنت بصرة، كنت يدة، كنت يعني يحميك في هذه الجوارح، فلا تعصي الله بها. إذا سألني لأعطينا، وإن استعاذ بي، كل دي ثمرات المحافظة على الورد. قيامك بالليل وإن قل أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل أو قيام الليل. قيامك بالليل حماية لك من شر الشهوات يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم الحديث. قيامك بالليل طريقك إلى الجنة أيها النفس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بليل والناس تدخلوا الجنة بالسلام. قيامك بالليل حال النبي صلى الله عليه وسلم متابعة له، كان يقوم حتى ترم قدماه. قيامك بالليل دعوات مستجابة، إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله شيئا من خير الدنيا والخير إلا أعطاه الله إياه. قيامك بالليل دأب الصالحين، سيمة وعلامة من علامات الصلاح وقرب إلى الله، منهى عن الإثم يحميك الله به من مواقعة المعاصي، مكفرة للسيئات تكفر بسببه الذنوب التي وقعتها. قيامك بالليل رحمات لأهل البيت، رحم الله رجلا ها قام من الليل فصلى وأيقظ امرأتك. ده كان في أول الجواز، أو أنتوا كاتبين الكتاب كنت تروح عندها كده وفي بيت حماتك يلا نصلي ركعتين قيام، ويصلي له بجزئين ثلاثة. طب بعد ما دخلوا فين عم الشيخ؟ خلص بقى. الله، ايه اللي حصل؟ رحمات، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايه ايقظ امراته، فان ابت نضح في وجهها الماء. والامر نفسه بالنسبه للزوجه. قيامك بالليل قرب من الله، اقرب ما يكون الرب من عبده لا في جوف الليل الاخر. قيامك بالليل فرح لربك بك، ثلاثه يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم وذكر منهم قائم الليل. قيامك بالليل مباهاة من الله لك، يباهي بك الملائكة. قيامك بالليل عمل بوصية أمنا عائشة لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يدع قيام الليل فإن مرض أو كسل صلى قاعدة. قيامك بالليل يجعلك نعم الرجل، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قيامك بالليل حسنات وقناطير، من قرأ أو قام بألف آية كتب من المقنطرين. قيامك بالليل نجاة من الغفلات، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. معرفة الفضائل المتعلقة بالورد من أعظم أسباب المحافظة عليه. يا إخوة، الشيخ محمد إسماعيل عمل كتاب اسمه طاقة ورد في إيه؟ في إيه؟ فقه الورد. عايزين بقى طاقة ورد في فضل الورد، ودي محاضرة عملتها في العمرية ممكن تسمعوها. اتكلمت عن فضل الأوراد وأثرها ليه؟ عشان أنشط، ما إحنا عارفين فقه الورد في الغالب، لكن عايزين ننشط فعايزين نعرف الإيه؟ اعرفوا بقى المحاضرة دي واسمعوها، بالإضافة إلى أنه طريقك لحسن الخاتمة، قيام وصيام وتلاوة إلى آخره، ومعك في القبر أنيس وجليس، ثم هو كذلك نجا لك من شدائد وأهوال يوم القيامة. المعلم الأخير عندكم رقم كام؟ ها؟ الثامن ولا التاسع؟ العمر غنيمة، العمر غنيمة، وهذا في قول سلمان يعني في أصناف الناس اغتنم ظلمة الليل. كلمة اغتنم توحي بإيه؟ طب أيوة، انتهاء الفرص، إن العمر غنيمة فعلا. وهل فعلا العمر بالنسبة لنا كذلك؟ إخواني، الوقت أغلى من كنوز الأرض. القرآن أكثر الإقسام بالقرآن بالوقت والعمر وأجزائه، والليل والشمس والقمر والضحى إلى آخره. ونوه النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الوقت والعمر في قوله اغتنم إيه؟ خمسا قبل خمس، وذكر منها إيه؟ شبابك قبل هرمك هكذا، وفراغك قبل غنيمة فعلا. وفهم السلف ذلك فضربوا أروع الأمثلة
في الاهتمام بالوقت. فهذا محمد ابن سلام البيكندي رحمه الله كان في مجلس حديث فانكسر قلمه، طب لسه بقى هقوم واجيب قلم فأمر مناديا أن ينادي قلم بدينار. الدينار 4 جرام وربع ذهب. واحد يشتري قلم بدينار ليه؟ اغتنام الوقت والحرص على العلم. وآخر أتى بعض المحدثين فسأله عن حديث ثم طلب بعض الأوراق ليملي، فسكت الشيخ حتى يحضر الأوراق، فقال أمله علي الآن ثم أعده علي. ليه؟ يخاف أن يموت قبل إيه؟ أن يأخذ الحديث. عبيد بن يعيش أتته مولاته بالعشاء فقال أنا مشغول الآن، كان يكتب الحديث، وأتته مرة أخرى قال أنا مشغول، فجاءت بالطعام وجعلت تلقمه وهو يكتب، فلما انتهى قال هات ما عندك يا أم مدام. قالت والله قد لقمتك أو ألقمتك. لم يشعر في غمرة الانشغال بالحديث، فانظر كيف جمع بين الكتابة والإيه؟ حرص على الوقت. أبو الوفاء بن عقيل أحد أذكياء العالم، ألف أكبر كتاب في العالم، كتاب إيه؟ الفنون، 800 مجلد، 800 جزء. انظر لترجمته وسيرته كيف كان حريصا على الوقت. وهكذا، لذلك إخواني نحتاج أن نغير نظرتنا في التعامل مع الوقت. طب نعمل إيه؟ اسمع محاضرة مهمة، اكتب كده ورايا، اسمها ما تفوتش لحظة، من ضمن سلسلة أحلى رمضان كنت تكلمت فيها عن أهمية الوقت في القرآن والسنة وفي حياة السلف. طبعا الإخوة المشرفين الحاجات دي تنزلوها على الجروب عشان نبدأ نفعلها إن شاء الله. المعلم الأخير، المعلم الأخير حول أهمية النفل، وقد أشرت إليه ولكن أقول هو إكمال للفرض، هو ثبات لك على الطريق، هو حماية لك من خطر الشهوات، هو كذلك يعينك على الاستمتاع بالفرض ويحفظ فرائضك من الخلل والنقص. فالشيطان أول ما يأتي العبد إن كان لديه نفل حاوله في النفل، إن لم يكن لديه نفل حاوله في الإيه؟ في الفرض، وهذا أخطر ما يكون. بذا نكون إخواني قد وقفنا على هذه النصائح المباركة التي جاءت في وصية الصحابي سلمان رضي الله عنه، وهي كما ترى موجزة ولكن عامرة بالفوائد التي فعلا هي بمثابة معالم في السير إلى الله تبارك وتعالى. نحتاج إلى تلخيص هذه المعالم ثم تحويل هذه المعالم إلى خريطة أو خطة للعمل وللتطبيق والتنفيذ، علها تكون سببا لنا في الثبات والاستقامة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.